إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ليبقى النصر في موقف صعب للغاية، ومديره الفني بكل تأكيد كاسترو. قبل الختام أحمد رفعت، مليون سلامة عليك يا رفعت. رفعت أغمى عليه لوحده، تشخيص الحالة إن هي أزمة قلبية، هارت أتاك حصلت له جوه أرض الملعب. حالة اللاعبين كانت مقلقة جدا بالقلق اللي كان عليهم. الحمد لله تم إنعاش أحمد رفعت جوه أرض الملعب، نقل إلى مستشفى السلام في الإسكندرية، مستشفى زمزم في الإسكندرية. الحمد لله الحالة تبدو مستقرة، لأنه النفس رجع له على الأقل، وإن شاء الله ربنا يطمنا عليك يا رفعت وترجع بألف سلامة وتفوق وتبقى زي الفل. ودعواتنا ادعوا لأحمد رفعت في يوم أول وليلة تانية من شهر رمضان المبارك. سلامات يا رفعت، يا رب تقوم بألف سلامة. عموما دي كانت أخبارنا ودي كانت حلقتنا، والساعة معاكم عمرها ما بتكون كفاية.